هاد الحرفات علمناها من 88 الى يومنا هذا تقريبا 30 عام وحنا في هذه الصبعه هذه والحمد لله عايشين بها وموكلين وليداتنا وعندنا اقبال المشترين تاع من كل ولايه ماشي غير مدينه بشار من كل ولايه معروف الحمد لله يا ربي لك الحمد السيره تاعنا زينه كاع يعرفوني سقسي يجيبوك هنا مهما ولايه وحدين اخرين كالي يعرفوني بزاف وما عندهم ثقة في الصناعة التقليدية خصك تكون إنسان تبغي هاد الميتين تاعك هاد الصناعة خص اللي يبغيها كوما تبغيهاش ما تمدلكش أنا في 30 عام راني في هاد الميتين هذا ونبغيه وما نحوش نبدله ولا نروح لجهة واحدة أخرى ولقيت ما قنطش منه والو وعندي زعما كانوا عندي وين نروح كانوا عندي داخل الوطن وخارج الوطن عندي ونجاتني كل شيء مصحانة ما راحتش كملت خارج الوطن جاوني ناس بغاو يفتحوا لي ورشات في فرنسا وفي كندا نتاع المهنه كوردوني اتولي كوردوني في كل بلاد جاوني الحق الحمد لله المهم ما بغيت نفارق الولايه وخاصه الدبدابه مدينه بشار الميسي ماشي غادي الانسان يحصل ما يحصلش الا كي تكون الاعمال الفنيه نتاعك تعرف فنان الناس تدور عليك تجيك الناس تدور عليك كون تطلع للجبل يجي يخدموا عندك علاش كي انت فنان الناس ما تدور تشوفك ولا تدور تشوف الفن نتاعك كيفاه هذا علاش الانسان كاين اللي ما عندهش خدمه ولا نجم يهود باريكزومبل لافيل ولا غير يلقط خبزه كي يبغى بصح حنا نحلوا دراهمنا هي البركة في القليل هي عندنا البلغة نتاع بزوز تخسانة نتاع شهر شهرين نجمو نخدمو لها البلغة نتاعها هو غي يتهز نجمو نخدمو لها وعندي البلغة نتاعها اللي يتهز ولا نتاع بزوز صغار وعندنا الحزامة نخدموها ستوكتو عندنا لابوكل وعندنا الدراري تاع الفاليز الفاليز تاع حقيبة كبار هادو ليدين كيما هكا نخدموهم هي خدمة تبغي الصبر وديجا راهو كانوا تقلقوا منها وكلش وحبسوها هي صعيبة شوية الإنسان باش الجونة مع الناس ومع الجيب والمدخل شوية ماشي كاع الهيل باش الإنسان عليها ما يصبرش يبدلها واه هي تبغي الصبر وصاي هي يبغيها ما يحبسها واه هي لما غناسك تعيشك فوالا واه واللي يبغيها يصبر ليها وصاي كاع الصوالح تصبر ليهم ولادك وتصبر ليهم كاع قال حاجة اللي تبغيها في خاطرك لازم تصبر ليها وهي توصل ليها بصح خصك تصبر ديزا دي نيوز أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.